هذه الطائرة هي الـ F14 Tomcat، معروفة أيضا باسم Tomcat. هذه الطائرة مهمتها أنه تقلع من على سطح حاملات الطائرات بالدرجة الأساس، ومهمتها الأساسية هي المحافظة على التفوق الجوي وإعطاء مدى واسع لحاملات الطائرات لاستخدامها، وأيضا بإمكانها المقاتلة الجوية واعتراض الأهداف الأرضية. كانت تصنف هذه الطائرة على أنها هي قاتلة طائرات الميك، ومشاركت في الحرب الأمريكية على السواحل الليبية. بالإضافة إلى أن هذه الطائرة تم إنتاجها اعتمادا من نهاية الستينات، تحديدا سنة 1969 ووصولا لحد سنة 1991، وظلت بالخدمة لحد سنة 2006 في العديد من الجيوش والأساطيل للبلدان الغربية وغيرها.